بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، ما زلنا مع الـ IP version 6 ومع النقطة رقم 7 واللي هي the RIP next generation over the non-broadcast multi-access network. تعال نشوف التكست اللي معانا بتقول ايه وبعدين نبتدي نشتغل من دماغنا. بيقول لي the partial mesh connectivity might prevent some nodes from receiving routing updates. وطبعا ده اللي بيقصد بيه مشكلة distance vector في موضوع split horizon. Commonly this problem arises in the hub and spoke topologies where spokes don't receive routing information from other spokes. To handle this issue, disable the split horizon function in the RIPNG. You can only disable the split horizon globally under the routing process or bare interface basis. Alternatively, you may want to use either a default routing or summarization at the hub router to prevent the loss of reachability from taking place. In case, we will simply disable the split horizon. So, في اللاب اللي احنا هنشتغله هن just disable the split horizon. التاسك بتقول enable the RIP next generation on the tunnel interfaces on RX1, RX2, RX3, RX4 using the process name RIPNG. Ensure the connectivity between loopback 0 prefixes on RX1, X2, X3, X4. طيب تعال نبص على التوبولوجي. طبعا mainly ال DMVBN اللي هتشتغل هتبقى شغالة ايه؟ IP version 6 عندي RX1 اللي هو الهب، RX2 اللي هو السبوك 1، RX3 سبوك 2، RX4 سبوك 3. اول حاجة احنا محتاجين ال connectivity end to end لل من RX1 ل 2 ل 3 ل 4. طيب نشوف RX1 عليه ايه configuration. طبعا التاسك دي هنقسمها. الاول حاجه هنشوف الريتشابيلتي على التوبولوجي اللي معانا end to end، وبعد كده نكونفيجر الدي ام في بي ان بالاي بي فيرجن 6 في الخطوه اللي بعدها. لو بصينا على X1 هنشوف show IP interface brief عشان نتاكد ان في ادرس موضوع. لينك A00 واخده الادرس 102. RX2 show IP interface brief E03 واخد الادرس 108. هل هقدر اعمل حاجة ولا لا؟ اوكي خلينا نشوف الاي بي ده reachable من RX1 ولا لا. Seems it's not reachable. Okay. تعال نبص ل 11. RX1 عنده default route ولا لا؟ Show IP route. عندي route 11. Show run section OSBF. Network 10.1. بس احنا محتاجين نوزع ال 192. نخش تحت الانترفيس. نقدر نبين دلوقتي ولا لا؟
طيب واضح ان في مشكلة في التوبولوجي، انا واقف التسجيل ونحلها ونرجع تاني شوية. نوقف التسجيل ونرجع تاني. So we have fixed the topology problem. احنا عندنا دلوقتي Rx1 reachable مع 2 مع 3 مع 4. طيب بالنسبة هنا ال عشان نتشيك الكونكتيفيتي، اول حاجه هنبنج من RX1 ل2 ل3 ل4. طبعا التوبولوجي دي شغاله اي بي فيرجن 4، لكن اللي هيحصل ان احنا هنقوم التنل بالاي بي فيرجن 6. طيب RX2 الادرس بتاعه كام يا صديقي العزيز؟ do show IP interface brief على 032 E03 و 303 برضو و 4 E01. ناخد 2 بنج من RX1 enable بنج reply 3 بنج reply 4 reply. ده كل اللي محتاجينه في التوبولوجي دي. تعالى نبص بقى هنا، بيقول لي ان نيبل ريب ان جي تحت التنل. اول حاجه هنشغل التنل اللي هيبقى شغال بالاي بي فيرجن 6. طبعا الكوماند الاساسي معانا اي بي في 6 يونيكاست راوتينج عشان تنيبل الايه البروسيس بتاعه الاي بي فيرجن 6. ده على RX1 عندي المفروض لوب باك 0. هنشوف لوب باك 0 على الناس دي. do show run interface لوب باك 0 do show run interface لوب باك 0 incomplete why it's incomplete. مفيش اصلا لوب باك 0 على 4، فيش على 3، فيش على 2، فيش على 1. loop back 1 فيش loop، فيش مفيش. طيب نكونفيجر loop back 0 على RX1 اللي هتبتدي ب FC00 وهو ال unique local slash 128 وان انيبل الايه الريب بتاعته. خلي دلوقتي موضوع الريب خالص، نحط اللوب باك 0 من غير ايه RX2 نفس الكلام 22، او خلينا بالمره RX2 loop back برضو RX3 RX4 بعد كده نروح للتانل نشوف التانل هيمشي ازاي. اول حاجة تانل 0 زي ما بتكونفيجر في الاي بي فيرجن 4 بتديله الادرس، طبعا ده جلوبال يونيكاست ادرس، هيبقى عنوان التانل 1 2 3 4
ده اللي بيميزه الشبكه سلاش 64، وراوتر 1 هياخد 1 في الاخر. طبعا الكوماند بتاع المالتي كاست دايناميك، احنا طبعا مش بنشرح دي ام في بي ان دلوقتي، احنا بنشرح اي بي فيرجن 6 على الدي ام في بي ان. ممكن ترجع لموضوع الدي ام في بي ان في السكشن بتاع نتورك اي دي، الانترفيس سورس اي 00، نتاكد ان هنا 00 تمام، والتانل مود جي ار اي مالتي بوينت، وتحت التانل بنينيبل الايه الريب نيكست جينيريشن. هنسيب دي في الاخر خالص عشان نشوف الموضوع بتاع السيشن. تانل 0 عند RX1 معايا علي؟ معاك يا باشمهندس. كده RX1 نروح ل RX2 تانل 0 نفس الكلام. RX3 RX4. طيب لو جينا كده ال RX1 قلنا له دو شو دي ام في بي ان، المفروض الاقي في ريجستريشن حصلت for somehow nothing yet. طيب نتاكد ان RX2 هنا الانترفيس الانترفيس محطوطه غلط، فاحنا محتاجين exit exit. هنا الانترفيس محطوطه غلط في الكونفيجريشن، فمحتاجين نشيك عليه. بالنسبة ل RX100 السورس صح، RX100 صح، RX2 هل التانل سورس E00؟ لا E03، محتاجين نصلح E03. طيب RX3 التانل سورس E03 هنا برضو، RX4 E01 مظبوط. نشوف كده، نرجع تاني نكونفيجر التانل نو انترفيس تانل 0 اتلغى هنا. هنا ناخد كوبي بيست مرة تانية. نشوف RX1 حد سجل عندنا ولا لا. شو DMVBN still nothing. why yes هنا في مشكلة مع المابينج برضو، ده legacy configuration محتاجين برضو نظبطها. sorry we need to fix this again. معلش هنلغي تاني interface tunnel 0 even though حتى على RX1 نلغي no interface tunnel 0. بص يا سيدي المشكلة هنا RX1 المفروض ما عندوش مشكلة، RX2 هنا تعال نشوف في المابينج اللي بيحصل. المفروض ده الادرس بتاع RX1 1.2.3.4.1 مظبوط. الادرس بتاعه هل ده البابليك بتاعه الاي بي فيرجن 4 ولا لا؟ انا جيت على RX1 هنا
do show IP interface brief E00 هنلاقي انه مش هو الاي بي ده, محتاجين نصلح دي برضه كمان هنا. اوكي خش تاني على RX2 المفروض ده يسجل دلوقتي, ما عندوش عذر يعني. VBM now we have the registration completed. خش على RX3 خش على RX4 المفروض الاقي عندي الاربعة عملوا ايه registration do show DMVBN. So we have RX2, we have RX3, we have RX4. اوكي طيب انا دلوقتي في رب شغال, المفروض عند الهب اللي هو ال RX1 الاقي اللوب باك بتاع RX2, اللوب باك بتاع RX3, واللوب باك بتاع RX4. do show IP v6 route rep, ادي عندي ادي اللوب باك بتاع RX2, RX3, RX4. لكن هنا بما ان الرب ديستنس فيكتور في على التانل هنا الابديت دخل فمش هيطلع من الانترفيس التانل مره ثانيه, لازم نديسيبل الايه علي السبلت سبلت هورايزن. يبقى لو جيت هنا قلت له دو شو اي بي في 6 راوت ريب مش هتلاقي غير الشبكه بتاعه الهب فقط, لكن مش هتلاقي ار اكس 3 وار اكس 4 والكلام ده, مش هتلاقي ده. الهب طلع اللوب باك بتاعته هيديها الار اكس 2 وار اكس 3 وRX4, لكن الباقيين مش هيدوا لبعض او الهب مش هيرجع لهم الابديت ده تاني عشان السبلت هورايزن. يبقى احنا لو خدنا الكوماند بتاع دو شو اي بي في 6 راوت ريب ورميناه على الكل, هنلاقي ان RX2 ما يعرفش غير شبكه الهب, وRX3 ما يعرفش غير شبكه الهب اللي هي واحد اهو, وRX4 ما يعرفش غير شبكه الهب, لكن ما يعرفوش بعض. فكل اللي احنا محتاجين نعمله هنا زيه زي الاي بي فيرجن 4 في الريب, في الاي بي فيرجن 4 محتاج نديسيبل ايه بقى السبلت هورايزون. طبعا في السبلت هورايزون تقدر تعملها تحت مستوى الانترفيس او تقدر تعملها تحت مستوى البروسيس تما كلها. سو اي بي في 6 راوتر ريب نحط البروسيس نيم اللي احنا مكريتين بها الريب اسمها ريب ان جي ونقول له نو سبلت هورايزون. المفروض ده يعمل لي ايه, يحقق لي اللي انا عايزه في الايه في المطلوب او في اللاب. هنيجي على الهب هنا وهنقول له ايه نو سبلت هورايزن. المفروض دلوقتي RX2 بدل ما شايف شبكه واحده اللي هي بتاعت الهب يشوف شبكه 3 ويشوف شبكه 4 وكذلك ايه الباقي كل النتورك. اوكي يبقى دو شو اي بي جي 6 راوت ستيل نوثينج بس جست جيف ات سم تايم. هذه RX2 شايف 113344 كذلك 3 هيشوف 112244 4 هيشوف 123. ماشي علي؟ يبقى دي فكره الريب. ماشي يا باشمهندس. ريشن اوفر ذا نون برودكاست مالتي اكسس نتورك which is the DMVBN in our situation here. في اي سؤال فيها؟ شكرا يا باشمهندس.